في عندنا حقيقة حاجة تانية برضو مهمة بالنسبة للهيومن انفورميشن بروسيسنج، بنتكلم على الفيجيلنس، يعني سستيند اتنشن. يعني انا دلوقتي لو فرضا انا قاعد قدام مونيتور، المونيتور ده المفروض اديتكت حاجة معينة ممكن تيجي او ممكن ما تجيش، زي مثلا النيرس اللي قاعدة على السنترال ستيشن بتاعة الاي سي يو مثلا، بتبص تشوف اذا كان في اي حاجة تحصل لاي واحدة من اي واحد من البيشنتس موجودين في الاي سي يو. ده طبعا بيبقى محتاج انها تبقى واخدة بالها لفترة طويلة، او قاعدة عندها مونيتورنج مثلا شيفت مثلا 8 ساعات، لو حصل حاجه في 8 ساعات دي المفروض انها تاخد بالها وترياكت بسرعه. فدي طبعا حاجه ممكن هي تبقى طبعا مش بالبساطه دي لو احنا يعني بنشوفها من ناحيه وجهه نظر الهيومن انفورميشن بروسيسنج. فطبعا في حاجات بتحسن البروبابيلتي بتاعت الديتكشن بتاع لو حصل حاجه، وفي حاجات بتخلي الكلام ده يقل، وفي حاجات بتخلي البروبابيلتي نفسها بتتغير مع الوقت. فمن الحاجات اللي بتحسن كمثال، لو انا خليت السيجنالز اللي هي بتطلع لو انا فرضا حصل عندي مشكله ما تطلعش بس فيجوال، تطلع فيجوال واوديبل، يبقى دي بتحسن جدا الايه البروبابيلتي بتاعت الديتكشن. لو انا فرضا عملت مثلا بدل ما كان في واحد بس قاعد على الستيشن بقى في اتنين، والاتنين دول بيبدلوا مع بعض ويقدروا يتكلموا مع بعض بحيث ان هم يبقوا مصحصحين الاتنين، يعني الاتنين يبقوا كده يعني ايه حاله التركيز بتاعتهم بتبقى يعني تبقى احسن ما يكون واحد قاعد لوحده فتره طويله، وطبعا يبقى في راحه لكل واحد فيهم كل فتره بحيث ان هو يحصل له كده ريفرشمنت، يبقى يتغير او يبتدي من بدايه كده يبقى لسه اكنه ريفرشد، يعني بحيث ان هو يبقى عنده probability بتاع detection تبقى اعلى. طبعا لو انا برضو خليت الجهاز ده نفسه كل فتره كده يخليه يعمل حاجه، يعني المونيتور ده يخليه يعمل تاسك معين بحيث يتاكد ان هو يعني مصحصح كده وقاعد مركز قدام الجهاز، ده طبعا بيسهل برضو او بيخلي ال probability of detection تبقى احسن. الحاجه الثانيه، لو انا بتكلم على ال decrease probability of correct detection، اللي هي بقلل بقى امتى او امتى الحاجات اللي بتقلل بقى الايه ال probability of correct detection، بتكلم على ان انا لو فرضا بيبقى في عندي الجهاز بتاعي او المونيتور بتاعي ده بيطلع لي alarms او بيطلع لي مثلا messages كده، والmessages دي مش بتعني ان في حاجه حصلت، اوكي، او مش طالبه حاجه من اليوزر، مش طالبه ان هو اليوزر يرياكت بالنسبه لها لاي شكل من الاشكال، لان دي بتخلي اليوزر يعتاد ان في حاجات بتطلع على الشاشه ممكن الحاجه المهمه تطلع في وسط الحاجات دي وما يقدرش ان هو يعمل لها كوركت ديتكشن. او ممكن انا لو اليوزر ده اللود بتاعه كبير بيبقى برضه نفس الحكايه، اللود بتاعه كبير معناه ان هو برضه ممكن هو يبقى تعبان ما يبقاش مركز قوي في الحاجه اللي هو بيشوفها قصاده على الشاشه، او ممكن لو انا كنت مديله كذا مونيتورنج تاسك، يعني مش بيبص على مونيتور واحد بس لا بيبص على اتنين، دي طبعا ممكن تبقى بتخلي الموضوع اصعب طبعا. وفي حاجات تانيه، لو انا بتكلم بقى على changing in probability of detection مع الوقت، لو انا فرضا يعني بتكلم على prolonged continuous vigilance، يعني مثلا بتكلم على ان اليوزر قاعد 8 ساعات ورا بعض، اوكي، دي بتخلي ال probability of detection تقل مع الوقت. يعني حاجات زي كده لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، لان هي يعني ما يستحسنش ان احنا يبقى يعني probability بتاعت detection بتاعتها تتغير مع الوقت بتاع الشغل بتاع الايه بتاع اليوزر بتاعي. فطبعا حاجه من الحاجات دي لازم اخدها في اعتباري في الديزاين بتاع اليوزر انترفيس، ولازم ابقى واخد في اعتباري ان انا الشخص دوت بيبقى له يعني probability of detection معينه وممكن تتاثر مع الكونديشنز اللي هو بيشتغل فيها.